بعد فتك الآلات العسكرية بهؤلاء الأطفال السوريين، وبعد حرمان نحو أكثر من 50% منهم من التعليم والذهاب إلى المدرسة، تسعى الحكومة التركية لاستيعاب المزيد من الطلاب السوريين في مدارسها، مقدمة العديد من التسهيلات لهم. اليوم 24 كانون الثاني عام 2014 هو نهاية الفصل الدراسي الأول حسب نظام التعليم في تركيا، وهذا هو العام الثاني لنا في المدرسة السورية. ولكي نفرح أطفالنا وننسى صور التعذيب التي تم الكشف عنها مؤخرا، زينا الصفوف ودعينا المسؤولين لتوزيع الجلاءات حتى نكون شركاء في فرحة الطفل. هنا في مدينة غازي عنتاب التركية أقامت مدرسة الصداقة السورية التركية حفلاً لتكريم المتفوقين من طلابها. هذه المدرسة تضم 600 طالب سوري من أصل 4000 موزعين على 5 مدارس أخرى. إبراهيم إفرين، ممثل رئيس بلدية غازي عنتاب الكبرى، كان حاضراً ليشارك المعلمين السوريين في توزيع الهدايا والجلاءات على الطلاب. علامات حزن بدت ظاهرة على بعض الوجوه رغم أجواء الفرح التي حاولت إدارة المدرسة إظهارها. أي شيء بعملهم إياه بتذكروا مثلا بمدارسهم، هيك الأنسة كانت تعمل هيك، بضل في غصة بقلبهم إنه هن رح يرجعوا لسوريا، بضل في غصة بقلبهم إنه هن مو بمدارسهم. كلمات الأطفال وابتساماتهم تلك لم تكد تخلو من فسحة أمل بعودة قريبة إلى وطنهم سوريا. هلا أنا فرحان كتير لأنه هون فتحوا لنا مدرسة، وبتذكر مدرسة بسوريا، ويا ريت يرجع آخذ جلائي كمان بسوريا. أنا شعوري كتير كويس وأخذت علامة كويسة، ولرفقات السورية عبزعل لأنهم ما بيدرسوا، وبتمنى إنه يكونوا معي يدرسوا هون. إبراهيم أبو غيث لقناة حلب اليوم، غازي عنتاب.